احمد بتبص للي جاي ازاي؟ بمعنى ان يعني والدك واحد من اهم واكبر المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر. انت بتبص للي جاي ازاي؟ انت دلوقتي ماسك فريق درجه ثانيه بتشتغل معاهم بشكل او باخر، هل لو والدك طلبك هتروح؟ هل لو جالك يعني كمدير فني في نادي اكبر هتعمل كده؟ بتفكر ازاي؟ انا من بعد ما بطلت كابتن اسلام وانا اخدت يعني ما اتناقشت مع كابتن طارق قال لي ان انا اخد كارير التدريب، ابتديت اخد الشهادات الخاصه التدريبيه وخلصتها وابتديت اخش في الاستاف مع كابتن طارق، ودي اخدت 3 سنين، سنتين مع الحرس وسنه مع المصري، وال3 سنين دول استفدت يعني اخدت فيهم خبره طبعا. اخدت فيهم خبره بشكل كبير خصوصا السنه بتاعه المصري يعني. فانا الفتره دي بحاول اعد نفسي بشكل جيد، وحتى في الموضوع التحليل الفني برضو للمباريات بحاول اعد نفسي فيه، وخصوصا ان انا فعلى اول السنه ان شاء الله لو في اتاحت فرصه تانية مع الكابتن طارق طبعا دي هتبقى حاجه كويسه بالنسبه لي، لان طول ما انا مع الكابتن طارق في الاستاف طول ما انا بتعلم. فلو في فرصه طبعا مع الكابتن طارق طبعا هرجع تاني، دي اول اوبشن بالنسبه لي. لو مفيش فرصه وفي فرصه في اتجاه تدريبي في فرقه ناشئين او فرقه في الدرجه الثانيه انا عايز اخدها تدريجي، يعني انا مش مستعجل، انا عايز اخدها تدريجي اتعلم على قد ما اقدر، احاول اتعلم اي حد اشتغل معاه اتعلم منه، احاول اخد الكورسات الخاصه بالتدريب، وان شاء الله يعني يبقى ليا مستقبل كويس. يعني دايما لما كنت بسال الكابتن طارق زمان يعني ما كنا موجودين مع بعض كنت بساله اقول له كابتن انت، قال لي دايما انا احب ايه واحد زي جوزيه كده بيبقى دايما ليه طريقه لاسلوب لبتاع. انت مثلك الاعلى مين؟ طبعا باباك وكل حاجه، ولكن لو هتنظر لمدير فني اخر هتنظر لمين؟ في مصر ولا في مصر؟ يعني انا بحب ابقى متنوع في المدارس التدريبيه، يعني الكابتن طارق ليه مدرسه وانا بحاول اشربها على قد ما اقدر منه، في مدارس تانية مختلفه طبعا زي كابتن ايهاب جلال بحب ان انا برضو عكس لو في يعني مش عكسه، لكن عكس كابتن طارق له طريقه وكابتن ايهاب له طريقه اخرى بالظبط. بس ده بالنسبه لي يبقى انا حاجه كويسه ان انا اما اتعلم من مدارس مختلفه فموجوده في مصر. متعه كره القدم اختلاف المدارس بالظبط طبعا، واختلاف طبعا. الفلسفات بتاعت المدربين، ان النهارده هو صراع ذهني بين كل المدربين، الله ينور عليك، وكل واحد ليه مدرسته ايهما يتفوق على الثاني، هو ده الصراع. الحاجه الثانيه ان انت الصراع ده في الشك بيدي كواليتي للدوري ويدي اثاره للدوري ويدي حماس للدوري. بس انت فاكر حضرتك برضو كان في فتره كده يقول لك الكابتن طارق اصله بيلعب دايما الكره الطويله لعبد الحميد بسيوني ولاحمد عبد الغني لو فاكر يعني هو اسلوبه ازاي تنجح بيه. تنجح بيه ما غيروش. بص استخدام الاسلوب هو انت بس خلي بالك دي اصبحت طريقه مميزه بطريقه الحشر، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى لما تيجي النهارده هو ده وحش انت لا انا قصدي انت تيجي تبص للدوري بحاله هتلاقيه بيلعب سكند بول كل هتدي الدوري. خلي بالك انا اصل انا بتكلم على ايه، انا حاجه انا نفسي النهارده انا عاوز اكمل لك بس النهارده لو انا المريخ وبيلعب النادي الاهلي وعاوز يكسب وشايف اسلوب النادي الاهلي بيحضر من تحت، انا ايه كمدرب هعمله؟ هقول اضغط من الخلف، لو انا عندي الكواليتي بتاع اللاعبين يستطيعوا البناء من الخلف بشكل كويس جدا هبدا. ان هم اللاعبين اللي بيبنوا تحت ضغوط، لو عندي انا لعيبتي بتخطا في منطقه خطر جدا انا ادي الفرقه المنافسه سلاح يجيب فيها ياذيني بيا ابعد الكره عني، فابتدي اخد الاسلوب الثاني اللي هو السكند بول، اللي انا اخد الفرقه لنص ملعب فريق الخصم وعندي انا ممرن الولاد على الضغط بشكل كويس جدا جدا وتقريب الخطوط وعندي اللاعبين مختارهم يعملوا لي الفارق اللي هي التاتش سواء التاتش الهجومي اللي يحط لي سرعه او التاتش الدفاعي. حرس الثلاث بطولات اللي خدها كده. قال لي انا عاوز اقول لك يا اسلام ان الكلام ده مدروس ما بيبقاش عشوائي، مش مجرد ان انا برسل الكرات الطوليه فقط لا غير، لا ده اسلوب والاسلوب الولاد متمرنين عليه بشكل كويس جدا جدا. وبعدين لو انت خدت الفرق لو انت ارسلت، خلي بالك اهم لاعب ولو تفتكر كاميني كان اهم لاعب في ارسال، ليه؟ كان يجيد اللعب بقدميه، كان كاميني لو كاميني حارس المرمى حارس المرمى كان يجيد ارسال الكرات اللي زي دي ثم يجيد الباسنج. وانا النهارده مثلا جوارديولا لما بيجي يختار فرقه مانشستر سيتي اهم لاعب بيختاروا مين؟ حارس المرمى، لان ما عندكش الكواليتي بتاع النهارده. انت معظم حراس مرمى في مصر يفتقدوا المهاره دي. ايوه ليه؟ لان احنا ما طلعناش مدرسه من صغرهم بيتمرنوا زي اللعيبه المهاره. طبعا احنا كان كل تدريباتنا كلها تحت المرمى بالايدين. لما اتطورت كره القدم الحديثه
اصبح حارس المرمى له دور كبير جدا 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 في تطوير تطوير الخطط لكل المدربين منها البناء. لو اللعيب لو حارس المرمى ده لا يجيد والتغطيه طبعا لا يجيد الباسنج والتحرك في منطقه ال 18 وانه يخرج في التوقيت الجيد ويلعب بقدميه برجليه بشكل كويس جدا اصبح ثغره. لو انا برجع لو حتى اللعيبه بتضغط بمجرد انك بتضغط هيخطا وفي ارقام كتيره جدا جدا حصلت في الاخطاء زي دي. فانت النهارده انت بتبني فرقتك على مجموعه اللاعبين اللي عندك، انت المدرب الذكي اللي يختار الطريقه المناسبه واللي ينجح بيها. اوكي انت عندك الكواليتي بتاع اللاعبين ان انت تبدا من تحت بشكل كويس، ابدا ما عندكش ده ما تتفلسفش عشان انت اللي في الاخر هتشيل شنطتك وتمشي وتمشي. صح. طيب دي طريقه لعب كابتن طارق العاشر، طريقه لعب الكابتن ايهاب زي ما كنا بنتكلم هي مختلفه تماما. تمام. طارق بيبدا، كابتن ايهاب بيبدا من تحت مهما كان بقى، مهما كانت الظروف. كابتن ايهاب بيشترط على اللعيبه حتى لو ضغط عليك العب على الارض، ما بحبش العب لونج باس خالص. باختلاف الكابتن، فانت عندك استعداد ان انت تروح للمدرسه دي. انا بالنسبه لي انا لما اتعلم من كذا مدرسه طبعا انا بالنسبه لي انا بكليه بتعلم يعني أنا انت تطبق ايه؟ ما انا بالنسبه لي لما اتعلم من مدارس مختلفه وبعد كده اما انا اتحط في منصب مسؤوليه واطور على اللي انا اتعلمته فده بالنسبه لي نجاح. يعني انا بحب، انا بالنسبه لي طبعا الكابتن طارق شهادتي فيه مجروحه، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان هو مدرسه معايا في البيت ومدرسه معايا في الشغل، فبحاول اتعلم منه على قد ما اقدر. لكن اما اشوف مدرسه ثانيه برضو انا عايز اروح اتعلم، انا صغير عايز اتعلم، يعني بالنسبه لي تبقى نجاح ليا. لكن يوم ما انا امسك مدرب لا، ما انا مش هقلد، انا هتعلم بس اطور انا بفكري انا على اللي انا اتعلمته بس. لكن انا بالنسبه لي طبعا نجاح ان انا اتعلم كابتن حسام حسن، طبعا كابتن احمد سامي في سموحه، انا اتفرجت على شغله في سموحه طبعا مدرب كويس جدا. فلو اتاحت لي الفرصه طبعا ان انا اروح اتعلم من مدربين اللي في مصر انا طبعا هروح. يعني